تحاول المنظمات الإنسانية الدولية مساعدة عشرات الآلاف من الفارين من ليبيا باتجاه الأراضي التونسية بسبب الوضع الأمني المتردي الذي تعيشه مختلف المدن الليبية. منظمة الاتصالات بلا حدود نجحت وللمرة الأولى في توفير خدمة الاتصال المجاني للاجئين مع عائلاتهم. نحن نستخدم الهلال الأحمر التونسي للتواصل مع اللاجئين باللغة العربية. نمنحهم 3 دقائق للاتصال مع أي مكان في العالم. 95% من هذه الاتصالات تذهب إلى مصر. ألو أيوة يا مولاي، أنا بشكر منظمة اتصالات دون حدود إن هم خلوني إن أنا أتكلم على الهواء عشان أهلي يشوفوني إن أنا بخير ويطمنوا عليا، وأنا بخير ومفيش أي مشاكل الحمد لله. أنا طول في أرض تونس أنا مرتاح نفسيا ومفيش أي مشاكل الحمد لله. في الوقت نفسه وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع من أجل تقديم الدعم المالي واللوجستي للفارين من ليبيا.